بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الإمام إبراهيم البيجوري على ابن قاسم الغزي شرحا على كفاية الأخيار للقاضي أبي شجاع رحمهم الله جميعا ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. يقول: في أنواع المياه التي يجوز التطهير بها وماء العين. وقفنا على ماء العين. وماء العين الإضافة على معنى من، يعني الماء من العين. ماء العين يعني كأن الإضافة اللي هنا بمعنى من، الماء من العين. مش كده برضه؟ الإضافة على معنى من كسابقه، أي الماء النابع من العين. إيه هي العين دي بقى؟ وهي الشق في الأرض أو في الجبل ينبع منه الماء. يبقى حاجة مشقوقة كده في الأرض أو في الجبل ينبع منه الماء على سطحها من غير استدارة، يعني مش شرط تبقى مستديرة، زي ما إيه ما ينطبع في ذهن ناس كثيرة إن لازم العين تبقى مستديرة، مش شرط. طالما شيء على سطح الأرض ينبع منه فيه ماء يجري أو حتى راكب ولكنه على مساحة كبيرة، على أي شكل كان نسميه عين، بشرط أن يكون إيه يعني ماء، هو يعني أي ماء بلاش بشرط، لأن لا يشترط فيها العذوبة إلا للشرب، لكن إحنا بنتكلم في الطهارة فلا يشترط العذوبة، حتى لو تغير طعمها بما في مقرها يجوز التطهير، فيش مشكلة. ينبع منه الماء على سطحها من غير استدارة كعين الصيرة، كعين الصيرة المعروفة عندنا هنا، لأن الشارح سيدنا إبراهيم البيجوري ده كان من مصر من القاهرة، فكان بيشوف عين الصيرة كانت لسه فيها مية أيامه، لأنه ده كان من 200 سنة، الشارح ده من 200 سنة، مات سنة 1207 هجرية تقريبا، متوفى يعني بقاله حوالي 200 سنة، فكانت عين الصيرة لسه فيها مية. فبيقول كعين الصيرة المعروفة في القرافة، اللي هي القرافة المصرية، لأنها كانت عين الصيرة دي يركبوا فيها المركب يروحوا للقرافة، كانت ملتصقة لحد ما توصلك عند المجاورين اللي هو سطح المؤقت، واخد بالك؟ فكانت موجودة. وماء الثلج، يبقى النوع الذي بعد ذلك في المياه التي يجوز التطهير بها ماء الثلج. ما كانوش يعرفوا الثلج ايامهم، لسه ما عملوش مصنع الثلج، ولا كانوا عملوه حصلت حريقه في مصنع الثلج؟ ما كانوش عملوا لسه مصنع الثلج، فكانوش يعرفوا الثلج الا اللي نازل من السما بس ايامهم، لكن احنا دلوقتي بنعرف الثلج في البيت، ممكن تحطه في الفريزر في الثلاجه وتطلع يبقى عندك ثلج، تنزل تشتري له ثلج من تحت من الشارع ما فيهاش مشكله، لكن ايامهم ما يعرفوش الثلج الا اللي عمله ربك بس، ما يعرفوش الصناعة الثلج. وماء الثلج بالمثلثة، المثلثة يعني التاء السه عليها ثلاث نقط، مش كده برضو؟ تبقى المثلثة، إنما اللي عليها نقطتين من فوق اللي هي التاء يسموها المثناة فوق، علشان يميزها بين الياء اللي هي المثناة تحت، وبعدين النون يقول لك الموحدة فوق عشان تبقى نون، والباء الموحدة تحت، صح كده؟ وساعات يقول لك المعجمة، الحاء الخاء المعجمة فوق، الخاء المعجمة فوق، معجمة يعني عليها نقطة، كل دي ألفاظ بتقراها في الكتب عشان تبقى فاهم معنى. ليه هو يقول لك المثلثة؟ طب ما هو كاتبها، قال لأن ممكن اللي بيكتب ينسى يحط النقط كويس، فما يكتب بالمثلثة حتى لو نسي يحط الثلاث نقط تبقى انت عرفت انها فيها ثلاث نقط، يبقى كان عندهم دق، مش انت تكتبها بخط منعكش وخلاص واللي يقرا يقرا واللي ما يقراش ما يقراش، لا، كان هم عندهم دقة، خايفين الناس تقرا غلط فيكتبها ويحط الثلاث نقط ويخف زحمة كتابته لانه ممكن ينسى النقط تحت، يقوم يكتب جنبها بالمثلثة، كل ده دق، الدقة دي هي اللي وصلت لنا ديننا سليم زي ما هو، واللي خلت الكفار غيرانين مننا، ما عرفوش يحافظوا على اديانهم
ولا ديانتهم زي ما حافظنا احنا المسلمين. والحمد لله ان ربنا ألهم المسلمين هذا، لان ما فيش دين بعده، لو ضاع ما فيش نبي هيجي تاني، لو هيجي نبي يعمل ايه تاني؟ خلاص ما فيش نبي تاني. فربنا سبحانه وتعالى جعل الامه كده حراس على دينها، انما كانت الامم السابقه لوجود انبياء هيجوا بعد كده ايه، حرفوا يحرفوا، ما هيجي النبي صح مش مشكله، الا امه النبي ربنا عصمها من التحريف، لان النبي ختم الله به الانبياء وكان مسك الختام صلى الله عليه وسلم. يبقى ماء الثلج بالمثلثة، وهو تعريفه بقى النازل من السماء مائعا ثم يجمد على الأرض. ينزل الأول مية، مائع يعني مايع يعني مية سائل، واخد بالك ازاي؟ الحاجة السائلة يسموها مايعة، مايعة ليه؟ لأنها تأخذ شكل الإناء بتاعها، حطيتها في إناء متول تبقى متول، إناء في تعاريج تطلع مع الرجل، أي شيء مائع كده بياخد شكل إنائه. عشان كده الإنسان المايع اللي هو ياخد شكل إيه؟ من يتعامل معهم، إذا تعامل مع الكفار يكفر زيهم، وإذا تعامل مع الحلوين يبقى حلو زيهم، إذا تعامل مع الوحشين يبقى وحش زيهم، مايع. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تكن إمعة، إذا أحسن الناس تحسن وإذا أساءوا تسيء. لكن الإنسان يبقى كده أهو أمة، إن إبراهيم كان أمة، يعيش في أي حتة مسلم محترم، مش مستني حاجة تقومه أو تعدله، هو ربنا قومه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالميوعة يعني منهي عنها، إن الإنسان يبقى ياخد شكل البيئة اللي هيعيش فيها، زي ما المائع ياخد شكل الإناء اللي يعيش فيه. شفت بقى الميوعة جاية منين؟ لأن الماء ياخد شكل الإناء، والمائع ياخد شكل البيئة. نشأ في بيئة كافرة يطلع كافر، نشأ في بيئة ماجنة يطلع ماجن، نشأ في بيئة صالحة يطلع صالح، لا احنا عايزينه نشأ في أي بيئة يطلع صالح، عشان ما يبقاش مايع، فهمت؟ فبيقول لك إن الثلج ده بقى ينزل من السماء مائعا، يعني مايع كده مية، وأول ما يجي يقرب لسطح الأرض يبتدي يجمد تدريجيا، ودي آية من آيات الله، شوف المية بتنزل بسرعة إزاي؟ وبعدين مع تغيرات الحرارة في طبقات الجو تبص تلاقيها يعرض لها الجمود، كل ده في لحظات وهي نازلة بسرعة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. يبقى هو النازل من السماء مائعا ثم يجمد على الأرض من شدة البرد، ومنه ماء الزلال. ماء الزلال ده تلاقيها مية كده ساعات تمسكها في إيدك من غير إناء، تلاقيها متجمعة واخد بالك على بعضها في صورة كتلة كده بتتهز كده. واخد بالك؟ شفتوها انتوا في بعض البلاد، تلاقيه يجري على الـ على الـ على الـ على الزلط كده وعلى الصخر كانه حيوان، وهي كتله ميه. واخد بالك؟ انا شفتها شخصيا في باكستان، في بعض البراري في باكستان وفي افغانستان، تلاقيها موجوده الحكايه دي عندهم، تجتمع الميه كده حوالين بعضها في كتله، وتلاقيها ماشيه كده تهز نفسها وتجري في وسط الصخور كده، يسموه ماء الزلال. واخد بالك؟ ده برضه ايه؟ بينزل. ها؟ يشبه الزئبق، هو بيبقى عباره عن ايه؟ في حاجه اسمها التوتر السطحي، سيرفس تنشن. السيرفس تنشن ده اللي هو التوتر السطحي، لما يزداد على سطح الماء يقوم يعمل لك حاجز رقيق شفاف يمنع سيولته وانتشاره. فلو انتشر، لو كانت التوتر السطحي ده اللي على سطح الماء قوي بسبب تفاوت في الحراره دقيق لا يعلمه الا الله في البيئه اللي هو فيها، بص يجتمع ويتكتل ويعمل لك كتله كده تجري زي الزئبق كده. واخد بالك؟ ده يسموه ماء الزلال، لدرجه ان ممكن تروح قافشها بايدك كده وتشربها، كانه ايه؟ بتصطاده، كانه حيوان تصطاده. خدت بالك؟ وساعات تيجي تقفشها كده تروح مقسمها حتتين ثلاثه بلي يجري. واخد بالك؟ يبقى شكلها جميل. ده يسموه ماء الزلال. ومنه ماء الزلال، شوف انت زلال البيضة من غير ما تسلقها اهو يشبه، تلاقيه برضو يجري كده زلال البيضة، فهم سموه ماء الزلال لانه يشبه ايه؟ زلال البيض. وهو على صورة حيوان يكون داخله، فاذا خرج منه صار ماء. وقوله وماء البرد، ده نوع تاني. يبقى اللي بينزل من السماء سائل على طول اسمه مطر، سائل يجمد يبقى ثلج،
ينزل جامد وبعدين ينماع يسيل يبقى برد. كل ده انواع من اللي نازل من السماء. البرد بينزل جامد بس كمنه نازل كتل صغيره قوي، فمع نزوله بالتدريج يبتدي يسيح 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 فينماع. ينماع يعني ايه؟ يسيل اول ما يوصل للارض. خدت بالك؟ لانه نازل كتل صغيره. فده البرد. وماء البرد بفتح الراء. لحسن تقول البرد. شوف يقول لك بفتح الراء عشان يعلمك تنطقها ازاي كمان. لان ممكن تقول ماء البرد مش كده برضه؟ لكن هو قال لك لا بفتح الراء، تقوم تروح ترجع تقراها تاني تقول ماء البرد. اصله خايف تقراها ايه؟ تقول ماء البرد، تروح قاري بفتح الراء تقول البرد، تروح مصلح نفسك. شفت العلماء بقى؟ حد بيألف اليومين دول بالطريقه دي؟ حد بيكتب بالطريقه دي دلوقتي؟ كله بيكتب قريت صح قريت غلط مش مهم، المهم ينتشر والناس تبيع وتشتري وتقبض. ودور النشر تكسب وخلاص، مش مهم العلم. دول كانوا يكتبوا العلم للعلم، مش منتظر انه يتباع منه كم نسخه ولا حاجه، ده بيعملوا لله خالص. فتعلموا، الاجيال دي لازم تتعلم الدقه من اجدادها، لان ده اجدادنا، دول هم دول اجدادنا اللي حفظوا لنا الدين وابائنا. هم دول، ما احنا جينا يعني جينا شطان يعني؟ ما هم فضلوا يخلفوا لحد ما طلعنا. فدول اجدادنا، دول ميراث اجدادنا، ده لازم نحافظ عليه. واخد بالك؟ وماء البرد بفتح الراء وهو النازل من السماء جامدا كالملح ثم ينماع على الارض، يعني عكس ايه؟ الثلج. يبقى ماء الثلج بينزل مائع ثم يجمد قبل ما يوصل على سطح الارض، وماء البرد بينزل جامد ثم ينماع على سطح الارض. خدت بالك؟ وقال بعضهم يعني بعض العلماء قالوا ان كلا من الثلج والبرد ينزل من السماء مائعا، الا ان الثلج يعرض له الجمود في الهواء ويستمر، والبرد يعرض له الجمود في الهواء وينماع. يعني في ناس ثانيين قالوا ايه؟ قالوا لا ده هو كله نازل مائع، الا ان الكتله بتاعت الثلج بيبقى الميوعة اللي فيها كتله كبيره كده، القطره كبيره، فبيعرض عليها الجمود وهي نازله، فما تسيحش قبل ما توصل، تنزل جامده زي ما هي لانها ما تلحقش تسيح كامل، فتنزل جامده لان كتلتها كبيره. انما البرد بيبقى مائع فيجمد، ولانه حجمه صغير يرجع يسيح، على ما يوصل الارض يسيح تاني. فهمت ازاي؟ ففي ناس بيقولوا كده وناس بيقولوا كده. نسال بتوع الارصاد بقى تمشي مع اي تفسير. ويستمر البرد. وقال بعضهم ان كلا من الثلج والبرد ينزل من السماء مائعا، الا ان الثلج يعرض له الجمود في الهواء ويستمر، والبرد يعرض له الجمود في الهواء وينماع. فان قيل هما من ماء السماء، الاثنين نازلين من السماء، ليه قال ماء السماء وماء ايه البحر، وقال بعد كده ماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد؟ ما ماء السماء خلاص خلص يدخل فيه كل الانواع، ما نزل من السماء. قال ليه كده؟ ليه هو قال؟ فإن قيل هما من ماء السماء فلا حاجة إلى ذكرهما مع دخولهما فيه، أجيب بأن وصف الجمود ميزهما عنه خصوصا بالتسمية المذكورة. قال لا، ده العرب بتسميهم اسم مختلف، بتسمي ده مطر وبتسمي ده ثلج وبتسمي ده برد، فهو خايف لحسن تفتكر إن لما يقول لك ماء السماء تفتكر إن المطر بس هو اللي ينفع تتوضى بيه، لكن الثلج لا. فالعالم خايف لحسن تتصور هذا، فراح كتبها كتب لك الانواع كلها مع ان كلها جايين من ايه؟ من السماء. ويجمع هذه السبعه انواع، يعني يجمع السبعه انواع من المياه اللي قالها. واخد بالك ازاي؟ اي فيغني هذا القول عن تعدادها تفصيلا. وقول هذه السبعه وغيرها اي ما عدا الماء النابع من بين اصابعه صلى الله عليه واله وسلم، ده ما يدخلش فيه. ليه؟ فإنه لا يظهر دخوله في هذا الضابط. ويجمع هذه السبعة قولك ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كانت. لما تقول الماء الذي يجوز التطهير به هو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كانت، دخل فيها كل الأنواع وكل، ما عدا الماء الذي نبع من بين أصابعه الشريفة، لأنه إيه؟ لا نزل من السماء ولا نبع من الارض، ده نبع من بين الاصابع معجزه له صلى الله عليه وسلم، بيانا لكرامته صلى الله عليه وسلم،
وبين لأنه كان رأى الله سبحانه وتعالى يجعله مدبرا ومصرفا بإذنه ما شاء، علشان الناس تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له تأثير وأثر بفعل الله في أعضائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، مبينا بركته لأصحابه، ولم يحدث نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم مرة أو اثنين، قيل في ألف موضع. وهذه معجزة خاصة بنبينا لم تحدث لنبي سواه، دي في معجزات كده خاصة بنبينا لوحده ما حصلتش لحد تاني، منها نبع الماء من بين الأصابع الشريفة، واخد بالك؟ فتاخد بالك عشان تعرف معجزات نبيك، لأن ده دلالة نبوته. لما يجي حد يقول لك انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، دلل انه لا اله الا الله، ودلل ان سيدنا محمد رسول الله، ايه دليلك؟ لازم تبقى عندك الادله، تبقى لك واضحه في ذهنك، علشان ما ايه ناويين يلعبوا في مخ المسلمين في الحوار بين الاديان. فتاخد بالك، استعد انت في جيل الحوار بين الاديان الان. جزاك الله خير. قولك أي هي ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كانت من أصل الخلقة، فهو ما نزل إلى آخره، فهو خبر لمبتدأ محذوف. كلمة ما نزل، قولك ما نزل، أي قولك هو ما نزل، كأن ما دي اسم موصول في محل رفع خبر مؤخر، خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف اللي هو هو، خدت بالك ازاي؟ يبقى قولك ما نزل يعني قولك هو ما نزل، ففي تقدير هنا هو، هو دي مبتدأ، وما دي ما نزل، فهو خبر لمبتدأ محذوف. والجملة اللي هي هو ما نزل، اللي هي الجملة من المبتدأ المحذوف والخبر، في محل نصب مقول القول، مش بيقول لك قولك كذا، مقول القول ده اللي هو المفعول به، يسموه مقول القول، خدت بالك ازاي؟ يبقى الجملة من المبتدأ والخبر دي ايه؟ مقول القول، لأنه بيقول لك قولك، يبقى قولك ايه؟ المقول اللي أنت هتقوله ده على وزن مفعول حتى، يبقى في محل نصب مفعول به، خدت بالك ازاي؟ دي معنى كلام الشيخ. ودخل تحت ما نزل من السماء، ودخل تحت ما نزل من السماء ايه؟ ماء المطر، وماء الثلج، وماء البرد. يبقى ما يقول ما نزل من السماء يدخل الثلاث انواع وخلص، خدت بالك؟ ودخل تحت ما نزل من السماء ثلاثة، المطر المعبر عنه بماء السماء، وماء الثلج، وماء البرد. وقوله او نبع من الارض، دخل تحته اربعة، ماء البحر، وماء العين، وماء البئر، وماء النهر، أربعة على طول، خدت بالك؟ يبقى كده السبعة. يبقى هو جمعها لك الشيخ في كلمة، في كلمة واحدة، الماء التي المياه التي يجوز التطهر بها هي ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان، عشان يدخل المالح والعذب، ويدخل المتغير بما في مقره ومستقره، ويدخل المختلط بالطمي وبالطحلب، يدخل كل الحاجات دي، خدت بالك؟ عشان يقول لك على اي صفة كانت من اصل الخلقة، لازم من اصل الخلقة، مش انت اللي تغيره. يعني انا لو جبت كوباية المية دي وحطيت عليها شوية ملح ما ينفعش اتوضى بيها، لكن لو جبتها من مية البحر ما هي مالحة برضه، ويمكن ملحتها اشد، ينفع اتوضى بيها، لان لما حطيت انا ملح انا غيرتها على خلاف اصل خلقته، يبقى خرجت من ايه؟ اطلاقها، ما تنفعش تبقى مية مطلقة، مع انها مالحه برضه، لكن الملوحه فيها بسبب تدخلي انا. انما ماء البحر يمكن اشد ملوحه، لكن لانه على صفه خلقته فيجوز ايه؟ الوضوء. خدت بال حضرتك؟ ايوه. ما يضرش، لانك شلت ما غيره من طعمه. بيقول الماء المحلى، طب ما انا غيرته، بس غيرته إلى صفة، واخد بالك؟ لم تغيره، بل رجعته لأصله، لأن أصل الماء ألا طعم له، فأنا رجعته لأصله، يبقى أحسن، خدت بالك؟ إنما الماء الذي لا طعم له غيرت له، حطيت له طعم، غيرت له أصله، فهمت إزاي؟ أدي المسألة، يعني ماء البحر أصلاً
متغير، بس تغير عفى عنه الشارع لان اصل خلقته كده تيسيرا على الناس، فقال هو الطهور وما يحل ميتة، لدرجة ان الصحابة لما لقى الطعام ممالح خافت تتوضى منه، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه سألوه؟ لانه على اصل على خلاف اصل خلقة الماء. الماء طبيعته هو نزل من السماء كده، تدوقه تلاقيه عذب ما فيهوش ملوح، فملوحة الماء اللي في البحر دي طرأت عليه وعفى عنها الشارع تيسيرا على الناس. فإن تحايلت على ماء البحر فحليته، يعني أزلت ملوحته، لم يخرج عن إطلاقه، بل يظل في إطلاقه، ينفع توضأ. خدت بالك؟ أو نبع من الأرض دخل تحته أربعة ماء البحر، دخل تحته أربعة ماء البحر. أنا أقول دخل تحته أربعة لأن أربعة دي فاعل، مش هي اللي دخل، مش الفاعل هو الذي قام بالفعل، مش كده برضو؟ والمفعول هو الذي وقع عليه الفعل. يبقى أنا أما يقول مثلا إيه، شرب الشيخ الماء، اللي قام بالشرب مين؟ يبقى فاعل، صح كده؟ واللي وقع عليه الشرب إيه؟ يبقى مفعول به. يبقى الذي وقع عليه الفعل مفعول به، واللي قام بالفعل اسمه فاعل. طيب دخل تحته أربعة، إيه اللي دخل؟ الأربعة، يبقى الأربعة هي اللي فعل، صح كده؟ طب ماء البحر، أعرف ماء إيه بقى؟ بدل إيه؟ بعض من كل، بدل بعض من كل، فهمت إزاي؟ لأن ماء البحر مش هو كل الأربعة، ده بعض. خدت بالك؟ ما أنتوا اتشطرتوا، ده ما شاء الله، ده حاجة تفرق. دخل تحته أربعة ماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين، وهذا إنما هو بحسب ظاهر العيان بفتح العين، مش تقول زي المذيعين شاهد عيان. المذيعين بيقولوا كده والله، شاهد عيان. أنت بتقول عين ولا عين؟ أنت بتقول عين ولا عين؟ يبقى شاهد عيان، لأن جاي من العين مش عيان. يبقى شاهد عيان دي معلش، إنما شاهد عيان. يقول لك على عينك يا تاجر، هي على عينك يا تاجر، دي كلام العوان، هي على عينك يا تاجر. لكن كلام العوان يقول لك على عينك يا تاجر، يروح كسر العين. خدت بالك؟ العوام يعملوها كده. فالوقت المذيعين أصبحوا عوام، يقول لك شاهد عيان، ما ينفعش، شاهد عيان. فهمت؟ وهو بحسب ظاهر العيان، يعني التقسيم ده كله بحسب ظاهر عينك بتشوف ايه، لكن كله ميه، كله ميه، واخد بالك؟ وهو بحسب ظاهر العيان الان، والا فجميع المياه، هل جميع الميه نزلت من السماء اولا؟ والا فجميع المياه نزلت من السماء، ده راي الشيخ ابراهيم البيجوري، ان كل الميه نزلت اصلا من السماء، ثم استقرت في الأرض بعد ذلك ودارت دورتها بعد ذلك. خدت بالك؟ وده كلام برضو مطابق للواقع، إن هي فيها دورة، لكن هل الدورة دي نشأ المية جوه الأرض وفضلت الدورة شغالة، ولا نزل من السماء استقر في الأرض وبدأت الدورة؟ الله أعلم. لكن ظاهر القرآن بيبين إنه نزل من السماء الأول، لأن ربنا بيقول إيه؟ قال الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، سورة إيه؟ الزمر. وبرضه في آية المؤمنون يمكن برضه قوية واضحة، واخد بالك إزاي؟ وأنزل من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإن بقدر فأسكناه في الأرض، شوف فأسكناه، دليل نزل من السماء وسكن في الأرض، وإن على ذهاب به لقادرون. فدل على أن في المبدأ الأول نزل من السماء، وبعدين بعد كده استقر في الأرض وبدأت الدورة بقى التي لا ينتهي منه، يتبخر ويبقى سحاب وينزل تاني، ويتبخر ويبقى سحاب وينزل تاني، كأن كمية المية اللي ربنا خلقها واحدة بس قاعدة بتلف وتدور، بتلف وتدور، حتى يرث الله الأرض ومن عليه سبحانه وتعالى. وقال مجاهد: ليس في الأرض ماء إلا وهو من السماء. مجاهد ده من أهل التفسير، مفسر من التابعين.
ولعله في غير الماء الذي كان قبل خلق السماوات والأرض. لأن ربنا بيقول إيه؟ وكان عرشه على الماء قبل ما يخلق السماوات والأرض. فهم بيتكلموا على الماء، واخد بالك، الثاني اللي بعد خلق السماوات والأرض، مش الماء الأولاني. وقيل ما نزل من السماء أصله من البحر. وقيل ده رأي بقى ضعيف تاني، إن هو أصلا نبع من الأرض وابتدى دورته من الأرض. ده كلام المعتزلة والفلاسفة، قالوا كده الفلاسفة، لأن الفلاسفة كانوا مع الطبيعة، يقول لك الطبع، الطبيعة عملت والطبيعة سوت والطبيعة مش عارف إيه. وإحنا عندنا ومن قال بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. مفيش حاجة اسمها طبيعة فاعلة، الفاعل هو الله. من قال بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. فما ينفعش نقول مثلا في برنامج عالم الحيوان زودته الطبيعة بجناحين ليطير، وزودته الطبيعة بخياشيم ليتنفس تحت الماء. طبيعة إيه اللي إيه الطبيعة دي؟ هي الطبيعة عاقلة؟ إذا كنت أنت أعقل ما في الطبيعة ولم تدعي أنك خلقت نفسك، فكيف تدعي أن الطبيعة فعلت؟ وإن كنت أعقل ما في الأكوان أنت، واخد بالك إزاي، ولا تستطيع أنك أنت تقول أنا خلقت نفسي، فكيف تقول أن الطبيعة عاقلة؟ وعشان كده من قال بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. ولو الطبيعة فاعلة بفرض جدلا، هم قالوا بعض الفلاسفة قالوا إيه؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى خلق المواد الأولية أولا ثم تركها تتفاعل وتؤثر فنشأت هذه المادة. لو مشينا معاهم، واخد بالك، يطلع غلط برضه. ليه؟ لأن لو كانت المسألة كده تفاعلات ويطلع لكان الناتج واحد، مفيش تنوع، مش كده برضه؟ أصل ما ينفعش أحط مادة على مادة تديني حاجات مختلفة، لو سايبها هي لازم هتديني مادة واحدة. عشان كده حتى يقول لك المطبعة سموها مطبعة ليه؟ عشان كله أكل شيء واحد، يعمل لك مليون نسخ ما يطلعش إيه؟ ينفع في المطبعة مثلا يروح عامل لك كده يطلع لك ميكي، وعامل لك كده يطلع لك مجلة حواء، وعامل لك كده يطلع لك الأهرام، وعامل لك كده يطلع لك الأخبار، ولا يفضل يعمل كده نوع واحد؟ كله نوع واحد، صح ولا لأ؟ فالمطبعة كده، والمطبعة جاية من الطبع، خدت بالك إزاي؟ فربنا رد على هؤلاء الناس في آيات كثيرة في القرآن. قال ايه؟ صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. وقال لك قبل كده مختلفا الوانه كذلك، وكل مخلوق من ماء وطين يخلق اشكال مختلفه وانواع. يبقى الطبيعه مش فاعله بقى، ده الفاعل هو الفاعل المختار للتنوع. وجود التنوع يدل على الفاعل المختار وينفي قول الطبيعيين ان الطبيعه تعمل. طب الطبيعة هتعمل، تطلع لك سمكة زرقاء منقطة، وسمكة ملونة، وسمكة مخططة، وسمكة مش عارف عاملة ايه، وطائر لجناح وطوله ايه. الطبيعة هتعمل ايه ولا ايه؟ تعملش حاجة، ده الطبيعة غير عاقلة. حتى لو تفاعلت هتتفاعل في طريق واحد لا تنتج منه تنوعات مختلفة. شفت ربك في القرآن رد على كل الشبه في آيات انت تتلوها جميلة كده بدون ما تشعر بايه، بالعناء في الرد على هؤلاء الناس. ربنا بيعلمك كده وانت ماشي كده لوحدك، واخد بالك؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. شفت الجمال؟ يبقى مين اللي أخرج؟ ربك. لو كانت الطبيعة فاعلة ما كانش يبقى مختلفا ألوانها. ومن الجبال والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إيه الجمال ده؟ واخد بالك؟ شوف كل ده بيرد على ايه؟ على قضايا عميقه خدت مئات السنين من البشر يتناقشوا فيها. ربك سبحانه وتعالى يرد عليهم في سطرين. وهي لو تدور على القضايا دي تلاقيها تملى المسجد ده مؤلفات. عشان يثبتوا ان الطبيعه فاعله. ونظريات وشغلانه وكله علم لا ينفع. ربك سبحانه وتعالى يحرقه كله بسطرين. عشان تعرف القران ده نعمه كبيره ازاي. وقيل ما نزل من السماء أصله من البحر رفعه الله تعالى بلطفه وحسن تقديره حتى طاب بذلك. يعني إيه؟ ترك ملوحته. طاب يعني طلق، طابت يعني ترك ملوحته، حتى طاب بذلك الرفع ثم أنزله إلى الأرض لينتفع به. وهذا قول المعتزلة كما تقدمت الإشارة إليه.
هو صحيح من جهة، باطل من جهة. صحيح ان دي الدورة الطبيعية اللي بعد ما انزل الله السماء من اول، بعد كده بقت الدورة الطبيعية. فالمعتزلة نظروا للدورة الطبيعية، والتانيين نظروا لأصل الخلق لبداية، فالحكاية ما فيهاش تناقض كبير، لكن يكملوا بعض على أي حال. قوله على أي صفة كانت، أي حال كونه على أي صفة كانت، من طعم. شوف أما يقول على أي صفة كانت، أما الرجل في الشرح يقول لك أي حال كونه على أي صفة كانت، لأن أي جر ومجرور متعلق بمحذوف. أي جر ومجرور بيبقى متعلق بمحذوف. يعني لما أقول مثلا إيه، وضعت الكوب على المنضدة، كويس، كلمة على المنضدة دي جر ومجرور عادي، كل الناس عارفة الحمد لله، لكن متعلقة بمحذوف. يعني ايه على المنضدة؟ يعني مستقر على المنضدة، مش كده برضو؟ فيفي محذوف ده هو مستقر، فهمت ازاي؟ يعني وضعت الماء مستقرا على المنضدة، فاختصارا الناس تقول وضعت الماء على المنضدة، فهمت ازاي؟ او الكوب على المنضدة. يقول لك الجر والمجرور متعلق بمحذوف، تقدر انت المحذوف ده على حسب المعنى اللي انت، زي مثلا ايه، في المسجد المصلين، المصلون في المسجد، المصلون في المسجد دي خبر جر ومجرور، نقول عليه شبه جملة خبر، غلط. في الحقيقة ان شبه الجملة دي جر ومجرور متعلق بمحذوف، المحذوف ده هو الخبر، المحذوف ده هو الخبر، بس الجر والمجرور دلني عليه، فهمت ازاي؟ يعني اما اقول في المسجد مصلون، هقول مصلون ده مبتدأ مؤخر، واخد بالك ازاي؟ وفي المسجد ده جر ومجرور متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقدم، وهذا المحذوف مستقرين، يصلون، جالسون، قدرها اي تقدير، يبقى ايه؟ اي جالسون في المسجد المصلون، واخد بالك ازاي؟ يعني قدرها اي تقدير. فكلمة الجر والمجرور تملي يبقى متعلق بمحذوف، قد يكون التعلق بالفعل السابق، واخد بالك ازاي؟ زي ذهبت الى المدرسة في القطار، الى المدرسة جر ومجرور متعلق بايه؟ بذهبت. هنا مش محتاج ان انا اقدر محذوف، ده متعلق بالفعل السابق لانه باين، خدت بالك ازاي؟ في القطار ده حال متعلق بمحذوف، في القطار دي متعلق بمحذوف حال، حالي ايه وانا جاي المدرسه؟ راكبا القطار، فهمت ازاي؟ فيبقى في القطار يعني راكبا القطار، يبقى متعلق بمحذوف في محل نصب حال، فهمت المساله؟ افهم عمق لغتك عشان تستقر امورك بعد كده. عشان كده الشيخ هنا مش بيضيع وقته لما بيقول هنا على أي صفة كانت، على أي، على حرف جر، أي مجرور بعلى، جر ومجرور، هذا متعلق بمحذوف معناه حال كونه، أي حال كون الماء على أي صفة كانت. شفت بقى الكلام؟ يبقى الراجل هنا بيبين لك المحذوف اللي هو المتعلق به الجر والمجرور، مش بيضيع وقتك، ده هو بيبين لك عمق الكلمة. مش شرط، مش شرط، ساعات المحذوف يبقى خبر مقدم زي ما قلت لك، ساعات يبقى خبر، مش كده؟ على حسب موقعه في الجمله، ساعات يبقى صله موصول، ساعات يبقى اي حاجه، حسب الجمله. على اي صفه كانت، اي حال كونه، على اي صفه كانت، شوف الحاله كونه دي هو ده المحذوف اللي تعلق بيه على اي، خدت بال حضرتك؟ من طعم، على أي صفة كانت، من طعم ككونه حلو أو ملحا، أو لون ككونه أبيض أو أسود أو أحمر، أو ريح كأن يكون له رائحة طيبة. وقوله من أصل الخلقة، أي من أصل الوجود، واحترز به عما يعرض له من تغيره بما اتصل به من مائع أو جامد، على ما يأتي. أما بيقول على أصل الخلقة احتراز، احتياط، يعني
لا يتدخل في اي حاجه تغيرت لا على اصل خلقته. جايبين لنا ايه النهارده؟ ده ينسون ميه برضه، بس تغير باختلاط حاجه مائعه اخرى عليها. خدت بالك ازاي؟ مش على اصل خلقته. يبقى ينفع تتوضا باليانسون ده؟ لانه تغير على ايه؟ على خلاف اصل خلقته، اختلط بمائع اخر. خدت بال حضرتك؟ يبقى فلما بيقول على اصل خلقته احتراز، يعني احتياط حتى لا يدخل فيه ما تغير باختلاطه بمائع اخر، يعني بسائل اخر مثله زي ميه ورد. ميه الورد حطيتها على الماء فغيرت طعمها. خدت بالك؟ يبقى خرجتها عن اصل خلقتها. او مثلا جامد زي حطيت عليه سكر، مش السكر ده جامد؟ ودوبته بقت ميه مسكره. برضه ايه؟ اختلط بجامد لا على اصل خلقته. يبقى ما ينفعش. خدت بال حضرتك؟ يبقى كل ده احتراز. اما يقول على اي صفه كانت من اصل الخلقه، يبقى قوله من اصل الخلقه دي احتراز واحتياط حتى لا تتصور ان اي ميه لونها احمر، لونها مش عارف ايه، طعمها ايه. طب ما انت لو جبت ميه من بستان فيه زهور كتير، تيجي تتمضمض بيها تلاقي ريحتها حلوه، صح؟ واخده ريحه. وساعات الميه اللي جنب الموالح، اشجار الموالح، تلاقي فيها طعم ايه؟ البرتقال. بتحصل، واخد بالك؟ ما يضرش. ليه؟ لان دي طبيعتها كده تروحت. لكن انا لو جبت برتقال انا قعتها في الحل عندي، غيرت لي طعم الميه بقت طعم برتقال، هقول ما ده طعمه زي الميه اللي جنب الجنينه بتاعتنا اللي في البلد اللي فيها البرتقال. متوضى بيه ما ينفعش، لان اللي هناك على اصل خلقتها، انت هنا انت اللي اضفته للتغير، عملت التغير. خدت بالك؟ فهنا ما ينفعش. ما المعدنيه ما يضرش، لان الميه المعدنيه بيزيل منها اي شوائب تغير طعمها. ما دي زي ميه البحر اللي هو ايه؟ بيغير، ما يضرش. تتوضى بيها ما يضرش. ماء الوردي اذا كان بنسبه ضئيله، يعني انا حطيت نقطتين على حله كبيره بحيث مش باينين فيه، ينفع اتوضى بيه لانه طاهر. فهمت ازاي؟ طاهر، لا يخرجه عن اطلاقه الا اذا غير طعمه او ريحه تغير واضح. فهمت ازاي؟ بس ايوه طبعا. ما كل دي تنقيه، ده انا بنقيها مش بغير صفاتها. لازم يتحط بنسبه معينه لانه سم. سم. وبعدين الكلور ده غاز بيطير، بعد ما بيخترق الميه ينقيها بيطير، ما بيتبقاش فيه الا لو حطوه بكميه كبيره ممكن يسمم، فبالتالي ما بيأثرش فتستعمله ما فيش. ما يضرش. ما يضرش، اتوضى بيها. معلش معلش، اتوضى بيها حتى لما يكتشف، حتى لما يكتشف اتوضى بيها، حتى لو مغيرة حتة وقرف. لأن هي المية الترمبة دي أصلا ماء في بطن الأرض، كويس؟ تروح بما حولها، تروح بما حولها. زي ما يبقى في حمار، يعني معذرة يعني بالمثال، بيموت على إيه؟ على حافة النهر، كويس؟ فيقوم الحمار ده بعد أسبوع اتنين تلاتة يبقى جيفة ريحته وحشة، تقوم المية تيجي تتوضى أنت بجانب هذه الجيفة، تيجي تتوضى منها تلاقيها كأنها منتنة. لكن الوضوء بها صحيح لانها تروحت، تروحت مش اختلطت. فهمت ازاي؟ تروحت ولم تختلط. اصل الميه الصرف دي هتعمل ايه؟ الماسوره او المياه اللي هي في المياه اللي بيرموا في الترانشات يتشربها التربه، واخد بالك ازاي؟ وتبتدي تتشعب جوه التربه كده، تغير ريحه التربه، تقوم الميه الجوفيه اللي هي بتبقى على عمق 40 متر و50 متر، دي بعيده، دي بعيده عنها اصلا، لكن وهي طالعه بتاخد ريحتها، فهي تروحت، واخد بالك ازاي؟ بما حولها، فيجوز تتوضى بيها. لكن انصحك ما تشربهاش لانها تقرف، توضى بيها وخلاص، امسح بيها الارض والبلاط، اغسل بيها ثوبك، لكن ما تستعملهاش في الشرب وتعمل بيها شاي، هتلاقي طعمها ده متقيل. بس الحكايه سهله يعني.
قوله ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام، هيقسم لك المياه تقسيم آخر، يبقى المياه قسمها من حيث نظر العين إلى سبعة أنواع، من حيث نظر العين، ومن حيث استعمالها في الشرع بقى في الوضوء وإزالة النجاسة والعادات أو غيرها، هيقسمها من حيث استعمالها وفائدتها بقى إلى أربعة أقسام أخرى، تقسيم آخر من حيث الاستعمال بقى. يبقى التقسيم الأول من حيث الأنواع كما تراها العين، والتقسيم الثاني من حيث الاستعمال الشرعي، خدت بالك؟ فتنقسم من حيث بقى الاستعمال إلى أربعة أقسام، دي تقسيم آخر. ثم هي للاستئناف أو للترتيب في الذكر، يعني ثم دي حرف عطف، إما للاستئناف كعطف جملة على جملة، يبقى يسموها للاستئناف يعني هتبتدي موضوع جديد، واخد بالك ازاي؟ او للترتيب، تقول دخل فلان ثم فلان، يبقى للترتيب، فتدل اما على الترتيب مع التراخي، او تدل على مطلق الاستئناف من مجرد عطف جمله على جمله، يبقى دي ثم كده. انما واو، الواو دي حرف عطف مطلقا، ينفع عطف المرتب على غير المرتب، واخد بالك ازاي؟ وتدل على التعقيب وعلى عدم التعقيب، وتدل على التراخي وعلى عدم التراخي، يسموها العطف مطلق، عشان كده خلوها عمدة الباب. بيقول لك حروف العطف الواو، يبتدي بالواو الأول. عشان الواو بتقوم بمهمات كل الحروف الثانية. تحل محل ثم وتحل محل الفاء. خدت بالك ازاي؟ إنما الفاء ما يحلش محل الواو، وثم ما تحلش محل الواو. فخلوا الواو نمرة واحد الأول عشان تنفع لكله. واخد بالك؟ وتنفع ترتب السابق على اللاحق. الواو دي كلها يعني ممكن اقول جاء محمد وابراهيم، وما تعرفش انت من الكلام ده محمد جاء قبل ابراهيم ولا ابراهيم جاء قبل محمد، لانها تدل على مطلق الجمع ما تدلش على الترتيب. انما تقول جاء محمد ثم ابراهيم، تفهم ان محمد جاء الاول وابراهيم جاء بعديه بشويه، ثم بعديه بشويه. انما تقول جاء محمد فابراهيم، دل على ان محمد جاء الاول وابراهيم وراه على طول. شفت اللغه بتاعتنا حلوه ازاي؟ تقوم تدي لك الدقه. فهنا بيقول ثم هي للاستئناف، يعني اما عطف جمله على جمله فيبقى مستأنف موضوع جديد، او للترتيب في الذكر، او بيرتب ان الاول قال لك الانواع ايه وبعدين هتستعملهم ازاي، يبقى ده ترتيب ذكري. والاخبار اي بعد ان اخبرتك بان المياه التي يجوز التطهير بها سبعه اقسام، أخبرك بأنها تنقسم تقسيما آخر إلى أربعة أقسام. أربعة في سبعة بكام؟ كأن الأنواع المياه 28. شفت بقى؟ هو عايز يقول لك ده أنواع المياه 28 وأكثر من 28 كمان. لو هتقعد تفتكر. يعني ماء البحر ده ممكن يبقى طاهر مطهر، ممكن يبقى غير مكروه استعماله، ممكن يبقى طاهر مطهر مكروه استعماله كالمشمس. وممكن يبقى حرام استعماله كالماء المغصوب، وممكن يبقى متنجس، وممكن يبقى مستعمل. يبقى ماء البحر لوحده ينفع يبقى أربعة أقسام من حيث الاستعمال، صح؟ كل نوع مية كده تنفع تبقى أربعة أقسام لوحدها، يبقى أربعة في سبعة ب 28، خدت بال حضرتك؟ يبقى ده تقسيم تاني. قوله المياه أي كل واحد منها لا مجموعها، يبقى كل واحد منها ينقسم للأربعة دول لا مجموعها، خدت بالك؟ كما هو ظاهر، فتصير الأقسام بهذا الاعتبار 28 من ضرب أربعة في سبعة، فهمتها دي؟ حلو. وقال في المياه للعهد الذكري، ثم المياه، يبقى المياه التي يجوز التطهير بها، أو المياه التي خلقها الله على صورة الماء، يبقى ما يقول المياه، جاب الألف واللام هنا للعهد الذهني الذكري اللي سابق، لأنه سبق ذكر الماء قبل كده. فلما أقول لك المياه بعد شوية يبقى للعهد إيه؟ الذكري. لما أقول لك خذ الكوب، كويس؟ وبعد شوية أقول لك أعطني الكوب، يبقى لازم تديني اللي أنا اديته لك، ما تدينيش كوباية تانية، هي الكوباية دي المنقوشة دي أم إيد، ما ينفعش تديني كوباية تانية من غير إيد، تبقى أنت مش فاهم. لان لما قلت لك خذ الكوب وبعد شويه اقول لك هات الكوب بالالف واللام، يبقى الالف واللام هنا ايه؟ للعهد الذكري، للعهد الذكري، او واخد بالك زي اللي انا اديتها. انما ما اقول له مثلا خذ الكوب
وبعد شويه اقول له هات كوب، كوب ما قلتش الكوب، اي كوبايه تقدر، حتى ولو جاب لي كوبايه صاد تمشي. خدت بالك ازاي؟ دي فرق في لغه العرب. فيبقى الالف واللام قد تكون للعهد، زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول ايه لما سالته ستنا ام سلمه هل على المراه غسل يا رسول الله اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رات الماء. الماء، طب ما هو الماء اللي يوجب الحلم ده، اللي يوجب الغسل ده هو المني، يبقى مش الميه اللي بتشرب، ومش مذكوره قبل كده، يبقى للعهد الذهني. يبقى الالف واللام للعهد، ولكن الذهني للذكري، الذهني للذكري. طيب انما الماء من الماء، كلام النبي بقى يقول لهم انما الماء من الماء. يبقى هنا الماء الاولاني اللي هو ايه؟ الغسل، من الماء اللي هو المني برضه للعهد. يعني الماء المعهود للطهاره يكون من الماء المعهود للجماد. شفت الجمال؟ يبقى النبي تكلم اهو بلغه العرب كلها، افصح العرب، وكلم عرب فصحاء فهم. انما يقولوا انما الماء من الماء، يقولوا له ايه يا رسول الله؟ انت إيه بتقول لنا ايه؟ هي لغه، هي فوازير. لا ما قالولوش كده، فهموا على طول. انهم عرب، عرب بيفهموها وهي طايره. العربي كده تلاقيه لماح. عارف الغباوه طرقت علينا؟ لاننا بعدنا عن اللغه العربيه، قعدنا نتعلم لغات غريبه علينا قبل ما نتقن لغتنا. فاصبنا بالبلاده والبلاهه. انما عارف لو سابونا لغتنا هنعلم البشر كلهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انما العرب في الناس كالملح، اذا فسد العرب فسد الناس. شفت قد ايه؟ انما العرب في الناس كالملح، اذا فسد العرب فسد الناس. وانما قريش في العرب كالملح، اذا فسدت قريش فسد العرب. وآل بيتي في الناس كالملح. ما هو انما انا ايه؟ خيار من خيار من خيار. فأشرف العرب هو النبي صلى الله عليه وسلم، يلي آل بيته، يلي قريش قبيلته، يلي بعد كده بقية قبائل العرب. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حبوا العرب لثلاث، حبوا العرب لثلاث. ايه هي الثلاثة دي؟ لأني عربي. ما انت حبك للنبي، النبي عربي، لازم تحب بقى العرب كلهم لأن النبي منهم. حبوا العرب لثلاث، لأني عربي، ولأن القرآن عربي، ولأن لغة أهل الجنة العربية. شفت ازاي؟ مش نقول احنا العرب جرب، كفر. لدرجة قالوا ان سب العرب كفر، لأن من سب العرب سب النبي بينهم، وسب النبي كفر. خد بالك، الناس يقول لك العرب جرب، كله عند العرب صابون، يعني ما بيفهموش. فالعرب اللي علموا الناس الفهم، عايز تقول عليهم ما بيفهموش؟ اللي ما بيفهمش انت. لكن العرب مش كده. بص العرب عملوا لك ايه؟ تراث قد ايه من العلم والعلوم تعلمت منه الدنيا، وتآمروا الناس على بقايا العرب اللي هم احنا، فعلمونا ثقافتهم قبل ما نتعلم ثقافتنا، وعلمونا وجهة نظرهم قبل ما نعرف وجهة نظر ديننا، فطلعنا لا محصلينهم ولا محصلين العرب. فهم دول بقى، لما تقصد العرب جرب اقصد دول بقى. لكن لما تطلقها كده العرب جرب، اذا كان العرب الالف واللام للجنس صارت كفرا، وان كانت للمعهد الذهني ما يضرش. ناس بيقول لك اقصد العرب بتوع اليومين دول، اقصد العرب بتوع اليومين دول، يا اجراش حاجه. يبقى اللغه العربيه هتخرجك من مأزق، تقف قدام القاضي يجيب لك اتنين شهود يقول لك انت كده قلت العرب جرب في السوق الصبح. ما هو قاضي شرعي بقى، وجابوك من ايه؟ من هدومك، ودوك للقاضي ونحلف والله قال كده يا سعاده القاضي والنبي عرب. يقوم تقول له انت ايه؟ يا سعاده القاضي انا قصدي الالف واللام هنا للعهد الذهني، لا لمطلق الايه؟ ليست لمطلق الجنس. وانا اقصد العهد الذهني يعني عرب اليومين دول يا سعاده القاضي. انا خرجت الصحابه والصالحين والتابعين وكل دول خرجوا، ده للعهد الذهني. يقول لك براءة يلا، بس حقيقي ايه؟
هيضربك ثلاث اربع ضربات كده تعذيرا علشان ما تقولش كلام موهم بعد كده، لكن مش هيعمل بيك حاجه تاني. فادي المذاكره دي هتفيدك قدام القاضي برضه عشان ما تعمل لناش مشكله معاه. وقال العربية اللسان، وقال العربية اللسان مش الجنس. وقال سلمان منا آل البيت، لأن آل البيت هم المتقين، كل تقي من آل البيت ولو ما يعرفش نسبه. آل محمد كل تقي، كل تقي شريف بتقواه، أكرمكم عند الله أتقاكم. عايز تبقى من آل البيت اتق الله، تبقى من آل بيت النبي، تقوم كل الناس تصلي عليك في صلاتك. مش بيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، دخلت فيهم بتقواك بقى، كل المسلمين بيدعوا لك في كل صلاه. شفت انت بقى، تبقى من ال البيت. ما سيدنا رسول الله قال ايه؟ قال سلمان منا ال البيت. فما تقلقش يعني، مش شرط تبقى رايح نقابه الاشراف وجايب كارنيه الاب. اتق الله تكن اعبد الناس، وارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. فهمت ازاي؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وكان نبينا اتقى الخلق، فكان هو اكرم الخلق. فكل تقي تابع لاكرم الخلق. خدت بالك ازاي؟ ما هو السر الساري في جميع الموجودات صلى الله عليه وسلم، رحمه للعالمين. ما هو سره ساري في جميع الموجودات صلى الله عليه وسلم. وانا جد كل تقي. وقال سلمان منا وفارسي آل البيت. وابو لهب عم النبي تبت يداه لانه ما كانش تقي. خدت بالك؟ فربنا ينجي يا سيدي. ايوه. ها؟ آل محمد كل تقي، ده الحديث كده. آل محمد كل تقي. وفي حديث ثاني قال سلمان منا آل البيت. ما هو قال هي اصلا اهل، اصلا قال اصلها اللغوي اهل، بس تلاقي فيها صعوبه، اهل نطقها صعب، فقال لك قال. واخد بالك ازاي؟ فتمشي قال هي معنى الاهل. تنقسم بحسب وصفها من الطاهريه والطهوريه مع عدم الكراهه او معها، او الطاهريه دون الطهوريه، او النجاسه. يعني الماء الطاهر المطهر يسموه طهور، هو طاهر في ذاته مطهر لغيره، يزيل للخبث او الحدث. انت بالك ازاي؟ يبقى يسموه طهور. يبقى اول نوع طاهر مطهر. ثاني نوع طاهر غير مطهر، زي ماء الورد طاهر، المرقه بمناسبه العيد الكبير واللحم طاهره، لكنها ينفع تتوضى بيها؟ يبقى طاهر غير مطهر. منقوع التمر اللي هو النبيذ، واخد بالك؟ اللي هو الخشاف يعني في لغتنا، كان العرب يسموه نبيذ. مش نبيذ يعني يتسكر بيه، لا، اي تمر يتحط في الميه كده عند العرب ويغير طعمه يسموه نبيذ. فهمت ازاي؟ يبقى ده برضه طاهر غير مطهر. الا الامام ابي حنيفه اجاز الوضوء بالماء المنقوع فيه التمر، بس الامام ابي حنيفه اجاز ذلك. لكن ايه المذاهب الثانيه لم تجد، وقالت ده طاهر غير مطهر. وفي بقى ايه؟ المتنجس. وفي المتنجس، ميه اختلطت فيها نجاسه صار متنجسا، مش كده برضه؟ وفي الماء المستعمل، ماء مستعمل في الوضوء، استعملته في الوضوء وانا بتوضى مثلا في ايه؟ في اناء واسع كده، فنزلت كل الميه تحت في الاناء، فلموا الميه دي وحطوها في الجرد. ينفع اتوضى بيها تاني ولا ما اتوضاش؟ ده ماء مستعمل. هنشوف الخلاف فيه. يبقى في المياه فيها ماء طاهر مطهر، وفي ماء طاهر غير مطهر، وفي ماء متنجس. فهمت ازاي؟ والماء الطاهر غير المطهر يدخل فيه المستعمل، ويدخل ايه؟ ما اختلط بغيره من المائعات الطاهره. والمتنجس يدخل فيه ما اختلط بالماء، اذا اختلط ببعض النجاسات التي غيرت ريحه او طعمه او لونه، او كان اقل من قلتين ولم يتغير، يبقى متنجس. خدت بالك؟ هنشوف بقى الشيخ قايل ايه. تنقسم اي بحسب وصفها، بحسب
وصفها من الطاهرية والطهورية مع عدم الكراهة أو معها، أو الطاهرية دون الطهورية، يعني طاهر غير مطهر. فهمت ازاي؟ الطاهرية دون الطهورية يعني طاهر غير مطهر، أو النجاسة يعني متنجس. وهذا من تقسيم الكل إلى جزئياته، خد بالك الكلام مهم يعني. في فرق بين تقسيم الكل إلى جزئياته وتقسيم الكل إلى أجزائه، خد بالك، ركز معايا تاني، هنقول دي ونروح. في فرق بين تقسيم الكل إلى جزئياته وتقسيم الكل إلى أجزائه، كويس؟ الكل إلى جزئياته يجوز إنك أنت تطلق على كل جزء من أجزائه اسم الكل. ده الكل إلى جزئياته، يعني إيه؟ يعني أما أقسم المية إلى ماء بحر وماء نهر وماء بئر وماء عين، واخد بالك إزاي؟ ده تقسيم الكل إلى جزئيات، لأن ممكن أقول على ماء البئر مية، وأقول على ماء البحر مية. فهمت إزاي؟ يبقى تقسيم الكل إلى جزئياته يجوز إطلاق اسم الكل على كل جزء. فهمت إزاي؟ لكن تقسيم الكل إلى أجزائه ما ينفعش أطلق على جزء الشيء اسم الشيء. أما أقول الإنسان وآجي أروح واخد دراعه واخد على الدراع ده، ده جزء من الإنسان، أقول ده إنسان الدراع ده، ينفع؟ يبقى ده تقسيم الكل إلى أجزائه، فلا يجوز إطلاق اسم الكل على أجزاء على الجزء، لكن يجوز إطلاق اسم الكل على الجزء إن كان كل إلى أجزائه مش كل إلى جزئياته، خدت بالك؟ إلى أجزاء. إذا كان تقسيم الكل إلى جزئياته غير الكل إلى أجزائه، أدام بتصحح لي تبقى فهمت الحمد لله. يعني أنا لا ده مناطقة، كلام المناطقة ده في المنطق، اقرأ المنطق المفيد للشيخ الفيومي يفهم لك الفرق بين الكل والكل، واخد بالك إزاي؟ والجزء والجزء. ليها تعريفات عند المناطق، لكن انا بقولها لك بطريقه سهله، واخد بالك؟ كان زمان مقرر كتاب المنطق المفيد للشيخ الفيومي على طلبه الازهر، مطبوع في الاسواق، بس دلوقتي ما بقوش يقرروا، ما بقوش يحطوا منطق، لا في منطق ولا بيحطوا منطق، واخد بالك؟ اما نقول مثلا الناس اجناس، الصيني والياباني والاوروبي والافريقي، وبعدين اروح اشوف بني ادم اقول هذا انسان افريقي هذا انسان صيني، يبقى ده تقسيم ايه؟ الكل الى جزئياته. الكل اللي هم اجناس البشر ده كلي، قسمتها الى جزئياتها، واخد بالك ازاي؟ الى اجناس، وطلعت من كل جنس، لكن كل واحد في كل جنس يطلق عليه انسان. كل واحد في كل جنس يطلق عليه انسان، فهمت ازاي؟ يبقى ده تقسيم الكل الى جزئياته، الكل اللي هي الاجناس، والجزئيات اللي هي جنس كل واحد. خدت بالك ازاي؟ نقول البشر، البشر صينيون، عرب، اوروبيون، يابانيون، اتراك، بربر، هكذا اقعد بقى اقول اجناس. ينتج منها ان البربر بشر، الصينيون بشر، الافريقيون بشر، كله بشر، خدت بالك؟ يبقى انا كده قسمت البشر الى اجناس، يبقى التقسيم ده تقسيم الكل دي الى اجزاء الى جزئياته، مش تقسيم الكل الى اجزاء، انما ما اقسم الكل الى اجزاء اقول الانسان راس ورقبه وجذع وأربعة أطراف، يبقى ده الكل إلى أجزائه، لكن ما ينفعش أقول على الرأس دي إنسان أو الرجل دي إنسان، خدت بالك إزاي؟ نقرأ بقى كلام الشيخ. وهذا من تقسيم الكل إلى جزئياته، وضابطه أن يصح الإخبار بالمقسم، ضابط الكل إلى جزئياته، إيه الضابط بتاعه؟ أن يصح الإخبار بالمقسم، اكتب كده بالمقسم، صلحها تشكيلا مش بالمقسم، المقسم يعني اللي بتحلف بيه، انما هنا بالمقسم لان تقسيم،
الإخبار بالمقسم عن كل قسم من الأقسام. فالمقسم هنا الماء الذي هو مفرد المياه، والطاهر المطهر غير المكروه قسم. فلو قلت الطاهر المطهر غير المكروه ماء لصح الإخبار، صح كده؟ يعني كله تقول عليه ماء ماء ماء، يبقى تقسيم، لأنك يجوز إطلاق كل الكل على كل إيه؟ جزء. وهكذا لا من تقسيم الكل إلى أجزائه، لا ليس من تقسيم الكل إلى أجزائه. يبقى الكل إلى أجزاء، يقول إن المية هيدروجين وأكسجين، صح؟ ده الكل إلى أجزائه، عبارة عن هيدروجين مع أكسجين يعملوا مية، يبقى ده الكل إلى أجزائه. لكن الهيدروجين لوحده ما اقدرش اقول عليه مية، والأكسجين لوحده ما اقدرش اقول عليه مية، خدت بالك؟ لكن اما اقول ان ماء البحر اقول عليه البحر، اقول عليه ميه، والنهر اقول عليه ميه، والعين اقول عليها ميه، خدت بالك؟ وهكذا لا من تقسيم الكل الى اجزائه. وضابطه اللي هو الكل الى اجزائه الا يصح الاخبار بالمقسم عن كل قسم من الاقسام، كما في قولك الحصير خيط وثمار. الحصيرة دي عبارة عن ايه؟ عارف انت الخوصة بتاع الحصير دي؟ يسموها ثمار. فهمت ازاي؟ الحصيرة دي عبارة عن ثمار جنب ثمار جنب ثمار، ويربطها بالخيط. فلما تقول الحصير خيط وثمار، ده تقسيم كل إلى أجزائه، لأن ما ينفعش أقول إن الثمار حصير، ولا أقدر أقول إن الخيط حصير. صح ولا لأ؟ طيب. كما في قولك الحصير خيط وثمار، فلا يصح أن تقول الخيط حصير مثلا. على أربعة أقسام نقف عليها بقى إن شاء الله يوم السبت القادم إن شاء الله، ونخبركم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بعد العشاء كالمعتاد شرح صحيح البخاري في مسجد المؤطم بعد العشاء، ويوم الجمعة القادم فقط، الجمعة القادم فقط مش كل جمعة، بعد العصر في مسجد الأشراف هيأتي الدكتور محمد حسن عثمان أستاذ اللغويات في الأزهر الشريف، هيشرح لنا علم العروض والقوافي، ده علم شعر، عروض وقوافي، في قعدة في جلسة طويلة من بعد العصر إلى ما بعد العشاء، في قعدة واحدة في يوم واحد، يخلص لنا العلم كله. واللي يجي هيحضر هنغديه، يعني ما يقلقش. ها؟ مسجد الأشراف في شارع 17 بجوار مخبز المؤطم السياحي من ناحية مسجد مسطورة، واخد بالك؟ لو دخلت كده في الشارع اللي عليه مسجد مسطورة ده اللي هو في محطة النصر، تاخد الشارع لحد آخره يمين في شمال، تبقى في شارع 17 اللي هو في حضن التل ده اللي ماشي البحر، هتلاقي مسجد الأشراف. تيجي تصلي معانا العصر عشان تحضر علم العروض، إن كان ليك رغبة يعني تتعلم علم جديد كده، واخد بالك؟ فيه قوافي وإزاي توزن الشعر، علم ظريف. وان شاء الله يعني اللي يقدر يقول اللي مهتم بهذا وعلشان يحضر يعني، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وجزاكم الله خير.